تحياتي يا نساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم الذي نترقب جميعا في هذه 90 دقيقة الغير عادية. دائما ما كانت مباراة الديربي لها أهميتها وحديث المشجعين ويتكلمون عنها قبل إقامتها حتى بأيام بأسابيع وبعدها بأيام بأسابيع. الفريق الفائز في هذه المباراة سيكون أو سيعيش يوم غير عادي مع جماهيره بالتأكيد. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. ها هي البداية إذن. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة ملعوبة إلى روبرتو فيرمينو. الآن فرصتهم للمرتدة، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. أرنولد، تحكم مذهل بالكرة، يمر ويلعب كرة بينية. راشفورد، يتعثر ويفقد توازنه. أرنولد، برونو فرنانديز، برونو فرنانديز، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من فوق. فريد، ينقل الكرة للجانب الآخر، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. فيرمينو يحاول أن يلعب كرة بيني، روبرتو فيرمينو، لعبة جميلة لكنها لم تستغل. الحارس يبعدها بقبضة يده. محمد صلاح، كرة في المرمى، سدد كرة جميلة. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. فابينهو يأتي الآن يلعبها طولية،
فرصة خطيرة، الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. متقنة وفي منتهى الروعة. أوه، يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا، لم يكن من الممكن إيقافه. ليفربول يتقدم بهدفين، مزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. هندرسون تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. أوه، هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. مش هينفع يا ولاد. يمكن القول أنها مصادفة، لكن بالتأكيد صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. رغم الهدف العكسي لا يزال هنا في المقدمة في هذه المباراة، وحسب رأيي الشخصي أنهم يقدمون أيضا أداء جيد. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. ساديو ماني، إمكانية تسديد. ساديو ماني ينطلق إلى الأمام بسرعة، لمسة بينية. روبرتو فيرمينو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يرسل هدف. ساديو ماني، كرة طويلة للأمام. راشفورد، برونو فرنانديز، جرينوود. يحتسب الحكم ركلة حرة. إذا جنبك عليه الصفراء بدون تردد. إذا جنبك عليه فرنانديز. يتحرك لوحده، يهاجم. محمد صلاح، محمد صلاح، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. تغييرات عديدة، الكرة ملعوبة من مسافة. مانشستر يونايتد يحتاج إلى الكرة. راشفورد، يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. فان دايك، كرة طويلة إلى الأمام، لمسة في المساحة الخالية. والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن يا لها من مواجهة صعبة ورائعة، لأن الفريقين
لم يرضيا بالتعادل في أي لحظة من لحظات المباراة. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد